لأربعة آلاف عام ظل النيل يستمع إلى سواقي مصر المنتحبة في رقة، فظلت القدور الفخارية ترفع روح النهر الواهبة للحياة وتصبها في رفق على جسد الأرض. لآلاف السنين ظل الآباء والأبناء يديرون عجلات الفخار ليصنعوا ملايين القدور الفخارية لتمد سواقي مصر الواهبة للحياة. ومنذ أيام الفراعنة كانت القدور تشحن في السفن إلى أعلى وأسفل النهر لتمد السواقي بحاجتها. أصبح عصر الفراعنة أثرا من الآثار، وفد شعب عظيم آخر يتاجر ويرحل على صفحة النيل. ذات الألف مئذنة، مدينة الأسواق المفتوحة لقوافل حلب وبغداد ودمشق، مدينة عجيبة، مدينة ألف ليلة وليلة، مدينة القاهرة ذات السور العظيم. الغنية ظلت حائرة في معرفة مصدر النهر الذي يجلب لها الثروة. شربنا من هذا النهر لستة آلاف عام وما زلنا نبحث عن منبعه الخفي. هل ينبع من الشرق كما يقول البعض أم من جبال القمر؟ يقول البعض إن النهر ينبع من الجنة، والبعض الآخر يقول إنه يتدفق من سحابة فوق أرض الحبشة، ويقول آخرون إنه يتدفق من ينابيع الشمس. ولكن من يصدق هذه الأقاويل؟ منذ حوالي 100 عام بدأ رجال أوروبيون يسيرون بلا انقطاع فوق السهول العالية الواسعة في قلب أفريقيا. في هذه البراري الفطرية، موضع آخر القطعان البرية على الأرض، كان أمل الرجال أن يجدوا منابع النيل الأبيض. واحدة بعد أخرى اكتشفت بحيرات هائلة في قلب أفريقيا. أي واحدة منها كان من الممكن أن تلد نيلا؟ ولكن أين الأنهار التي نزحت منها؟ في البداية لم يجد المكتشفون منبع النيل الأبيض. وجدوا فردوسا للطيور، وجدوا فردوسا للحيوانات، آخر القطعان البرية الهائلة. وجد المكتشفون جنة لملايين الناس المجهولين الذين لم يعرفوا ولم يهتموا أن يعرفوا منابع النيل. كانوا يعيشون حياتهم الخاصة في قلب قارة مجهولة. يعيش سكان البحيرات في صيف أبدي، في وديان مليئة بأشجار غريبة وأزهار مجهولة. ولكن أهل البحيرات كانوا يتحدثون أحيانا عن جبل شديد الغرابة مختف في السحب بعيدا نحو الغرب،
نادرا ما يرى. بعد 14 عاما في أفريقيا اقتاد طفل صغير المستكشف ستانلي إلى شواطئ هذه البحيرة الهائلة وأطلعه على جبال عجيبة نائية، وكان العجب فيها أن القمر قد لمس قممها ببرد يتساقط من السماء. ها هي أخيرا جبال القمر على خط الاستواء ولكن مغطاة بالجليد. يقول البعض النيل ينبع من جبال القمر. هذه الجبال كان من النادر أن ترى لأنها تقع بين أوغندا والكونغو. لقد عسكر ليفينغستون هناك شهورا دون أن يدري أن السحب كانت تحجب قمما هائلة. ترتفع جبال روينزوري المعروفة بجبال القمر 3 أميال في السماء مختفية وسط تلك السحب أكثر العام، وقد تجمع حول قممها الصامتة البخار المتجمد الآتي من محيطات بعيدة. السحب التي تحوم حول الثلوج النارية لبراكين الكونغو سرعان ما تسقط كأمطار. في رحاب الآلهة عاليا فوق أفريقيا في خط الاستواء بين الجليد والثلج والنار يولد حقا النهر العظيم. البعض يقول يتدفق النيل من ينابيع الشمس، ولكن من يصدق هذه الحكايات؟ سنين من الحيرة وبعد قرن من الاستكشاف الحديث انكشف أخيرا واحد من أسرار النيل. لم يكتشف منابع النيل شخص بمفرده. هنا مهد النيل في أرض البحيرات الأفريقية الهائلة. ينبع النهر من الأمطار المتساقطة على براكين الكونغو ومن ثلوج جبال القمر الذائبة، تتجمع كلها في بحر واسع من الماء العذب في بحيرة فيكتوريا نيانزا أكبر بحيرات أفريقيا.